تستجيب نادين نسيب جام يدخلها بنوبة ضحك في السيارة، موقف طريف جمع الثنائي، وهذا ما حصل. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو طريف يجمع الفنانة اللبنانية نادين نسيب جام مع خطيبها رجل الأعمال السوري من أصل أرمنية. وفي التفاصيل، نشرت نادين مقطع فيديو وثقته عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، وظهرت من خلاله داخل سيارتها تصور ستوري، ثم أتى خطيبها للحديث معها فتفاجأ بأنها تصور فيديو، فقالت نادين أنها تصور ستوري ليرد عليها بس. وكتبت الفنانة اللبنانية نادين نسيب جام بطريقة عفوية: انصدمنا ريق. هاي، كيفكم؟ شو الأخبار؟ بس هيك حبيت سلم عليكم، بعرف إنه صار لي زمان. وفي وقت سابق شاركت الفنانة اللبنانية تفاصيل الرحلة الرومانسية إلى أحد المنتجعات في جزر المالديف، والتي أمضتها برفقة خطيبها، حيث نشرت مجموعة من الصور أرفقتها بتعليق: تبعت قلبي فقادني مباشرة إلى جزر المالديف، جنة على الأرض. كما نشرت جيم فيديوهات عبر خاصية ستوري في حسابها عبر إنستغرام، وثقت من خلالها الطبيعة الخلابة والمناظر الجميلة في تجربة شخصية أحبت هذه المرة مشاركتها مع الجمهور. وكانت قد تحدثت النجمة نادين نسيب جام عن عدة أسرار في حياتها، خاصة في فترة انفصالها وطلاقها، وذلك خلال لقائها الأخير مع برنامج كلام نواعم. ولاقت تصريحات نادين جام اهتمام كبير من الجمهور بعد عرضها في البرنامج. وفي التفاصيل، كشفت نادين عن مصادر السعادة في حياتها ومفهوم السعادة بالنسبة إليها، وقالت إن كل شخص هو مسؤول عن سعادته، ولكن الإنسان يحب مشاركة السعادة مع الآخرين ويحتاج إليهم، ولكن ليس كل من حولنا يسعد بسعادتنا، لذلك لابد من توفر الوعي باختيار المحيطين بنا لمشاركتهم السعادة. وأوضحت أن أكبر مصدر لسعادتها هم أبنائها، وأضافت أن أبنائها مهما فعلوا في المنزل من تصرفات ولعب لا تشعر سوى بسعادة بتواجدهم معها. يذكر أن نادين شاركت في السباق الرمضاني عبر وأخيراً إلى جانب الفنان السوري قصي خولي في مسلسل من 15 حلقة.